جائزة عبد الرحيم محمود للإبداع، مسابقة الشاعر الشاب ضمن فعاليات مهرجان وادي الشعير للثقافة والسياحة والفنون، وبمناسبة مئوية ميلاد الشاعر الكبير عبد الرحيم محمود، ينظم مركز واصل لتنمية الشباب وبالتعاون مع وزارة الثقافة مسابقة الشاعر الشاب لعام 2013. المشاركة مفتوحة للفلسطينيين من كافة أنحاء العالم للأعمار ما بين 18 عاماً وحتى 35، من خلال إرسال الأعمال المشاركة إلى البريد الإلكتروني poetpalace@gmail.com. توفر المسابقة طباعة ونشر ديوان شعري للفائزين، بالإضافة إلى حفل توقيع وأمسية شعرية. للإطلاع على شروط المسابقة زوروا صفحة مهرجان وادي الشعير على موقع الفيسبوك التالي. آخر موعد لتسليم المواد المطلوبة 1/6/2013. للمراجعة والاستفسار الاتصال على 00970 599 07 3306.